عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أصحابي، حكايتنا النهاردة هتكون عن الوفاء بالوعد. يلا بسرعة أسيبكم مع الحدوتة. سيلة يا سيل، عاملة إيه يا أسيل؟ الحمد لله يا ماما. عايزة منك طلب. إيه هو يا ماما؟ عايزاكي تغسلي الأطباق اللي في المطبخ لحد ما أنا أطبق الغسيل بس. حاضر يا ماما هغسلها. تمام يا حبيبتي، أنا روح أطبق الغسيل وانت هتغسليها. أوكي؟ أوكي يا ماما هغسلها. حاضر. ماشي أسيبك بقى أطبق الغسيل. أسيل. نعم يا رؤى. بقولك إيه، جيبيلي الكتاب بتاعي من على المكتبة من جوه علشان أنا مش عارفة أطوله. انت بتعرفي تطلعي على السلم وبتجيبيه؟ انا بخاف اطلع على السلم. علشان انا بخاف اطلع على السلم وانت بتعرفي تطلعي عليه. تمام انا هروح اجيبهولك، بس اعملي انت المواعين بقى والاطباق اللي في قلب الحوض عشان ماما قالت لي اعملها وانا ما عملتهاش لسه. ماشي ماشي هروح اعملها. اسيل. نعم يا ماما. ما غسلتيش الاطباق ليه اللي في قلب المطبخ؟ مش انا قلت لك اعملي اغسلي الاطباق؟ دخلت لقيتها زي ما هي. ايه ده، هي رؤى ما عملتهاش؟ رؤى؟ انا مالي برؤى، انا متفقه معاكي انت ان انت تغسلي الاطباق. ما اتفقتش مع رؤى. طالما وعدتيني بشيء لازم توفي بيه. انا يا ماما قلت الرؤى بقى وانا نسيت اصلا اعملهم خالص. هي قالت لي هاتي لي الكتاب بس انا اصلا ما عرفتش اجيبه، قلت لها مش هقدر اجيبه، لكن هي ما عملتش الاطباق زي ما انا اتفقت معاها. لا انا اتفقت معاكي على شيء لازم تنفذيه، لا اما تقولي انا مش هقدر يا ماما وتعتذري. في فرق ما بين ان انت توعديني ان انت هتعملي حاجه وفرق تقولي انا مش هقدر ومش هعملها، وساعتها انا هتبسط منك ان انت اعترفتي انت مش هقدر تعمليها. خلاص يا ماما اخر مره، بعد كده اما تقولي لي على شيء ونتفق عليه مش هرجع فيه. انا لازم انا اوفي بوعدي. ايوه الوفاء بالوعد ده شيء جميل جدا وخلي الناس كلها تحبك. تمام يا اسيل. تمام يا ماما اخر مره اعمل كده. اصحابي الحلوين، الوفاء بالوعد ده شيء جميل لازم كلنا نعمل بيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك على الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في حدوتة جديدة من حدوتة مامي. سلام يا أصحابي.